president of most of the European people have been shot. حصل صدمة كبيرة. طبعا هذا كان هو الأساس الرئيسي أو البداية الرئيسية للتفكير بالجدية أن الموضوع مش اعتباطي، لازم كان مسؤولية. السبب الرئيسي كان أكثر من سبب عموما هو المشاركة في الميزانية هي فايل. كان داخله أكثر من 12 أعتقد أو 7 كيلو سنبول أوفر ديل داخله صالات قوية. وكانت المفاجأة عن تحليل المعلومات أن السبب الرئيسي في الاختيار سوفت وير بالضبط كان اعتبار في النسخة القديمة 16 بت ما عدلوهاش. كان عندي الكمبيوتر بروجرامينج في 64 فلما كانت تحصل على عملية ديفيجن عشان جرافيكس موشن حصل اوفر فلو حاول يعمل اوفر فلو على 16 بت ده غير الاحتياجات شفتوا كيف ما يعني كأنه أفضل من المرة الأولى من التمرير من حالة الزر الزر الكورونا بدأ من هناك وفي هذا السنة بالذات تم إطلاق أول مؤتمر علمي بالسوفتوير إنجينيرينج في نهاية سنة 1996 أذكر في هذه السنة كان كنت خلصت الثانوية وسافرت العراق على طفل سنة 97 درست أول سنة كمبيوتر ساينس علوم حاسوب هذه حصلت الأول وخيرونا في إني أختار أي قسم آخر. That time it was open for the first time inside Iraq كامل supporting me as a partner. So I selected. So I selected. حولت على طول لقسم software engineering. كان اسمه على computer and software engineering. وحقيقة كان في زملاء كثيرين يدرسوا computer engineering. كان في قسم computer engineering. وكان كمان ضمن الكنترول. كان اسمه control على computer engineering. وكانت دراستهم فينا تحس في ده ليه؟ كان احنا بندرس computer science وهم بيدرسوا computer engineering. لكن كنا نحس انه في جاب بين اهلهم. الجاب هذا انه ما هم يقدروش يعملوا برامج قويه جدا وكانظمه واحنا ما نقدرش نفهم المكونات الماديه عشان نتعامل مع المعالج مع الدوز مع فكان في جاب حقيقي كنا نشعر فيه واحنا كطلاب. فكان القسم هذا من البدايه كان اهدافهم for filling the gap of such thing. نغطي الجاب هذا بيكون بالنص ميدل between them and them. اوكي؟ وبعدين بدا الديمند عليه بشكل كبير والى الان تقريبا ثاني او ثالث وظيفه بيحصلوا اعلى رواتب في العالم هم اصحاب السوفت وير انجينيرنج. اوكي؟ لانه فتحت ابواب جديده للفرد. اذا الان بدنا نعرف اهميه السوفت وير انجينيرنج واخطائه، طبعا في اخطاء كبيره حصلت. وانا بجيب لكم از هوم وورك از ريبورت تو مي طبعا نسيت اجيب لكم كان في لكم مقدمه تعريفي عن الماده لكن ما اوكي ما تلاحظ انا كنت اشياء اول شيء اشوفكم بالفيلم عشان تعرفوا از امبورتنت اوف ات هذا انا اعتقد المفروض برضه كذا اشرحهم المفروض يروح اوكي المفروض بطريقه او تجيبوا لي نقطه خاصه بس يقول اساينمنت صح؟ تعرف التعامل مع البوردال صح؟ تعرف تشغل عليه وترفعه؟ معني؟ البوردال حق ال ال ام اس ليرنينج مانجمنت سيستم كلكم شغالين عندكم ها؟ تعز دوت ال ام اس دوت اي بي يو دوت لاين انا معاكم حسابات فيها ولا لا؟ مش
LMS stands for Don't tithe. Without tithes. LMS LMS stands for the LMS and the NASA. Get out of the test. I'm not sure if it was NASA. I'm not sure if it was NASA. I'm not sure if it was NASA. Education. ما بيتذكر منكم حاجة حصلت هذه بتشوفها بالنت وصح لكن الشكوى هذا currently you just tell me some example that you have facing during your life. تبع مشكلة التاريخ على ما خرب. جميل جدا جميل مشكلة عصرناها كل سنة قبل الوفاة كانت في إيش من سنة كذا يا؟ أعتقد بداية الجامعة. بداية الجامعة. الألفين لا. مشكلة الجامعة. الجامعة الجامعة. كلهم ما شاء الله. أنا كل كان سنة ثالثة كنا في الجامعة. بس أنت منتظر إيش بيحصل؟ What happening? The difference. لأنه كانت فجأة ظهرت وفجأة اختفت. حداك تفاصيلها ما تغير السطرين هو كان ياخذ اخر رقمين من التاريخ خلونا نرجع للسياق نستذكرها ما سمعتوش فيها بس مش ذاكرها في شيء ولا احنا في الجامعه So, if you remember during the design of computer, it was very expensive. The curve, especially the computer engineering, can tell us about it. Very expensive, yeah. So, to minimize the cost, at the beginning or around 1952, at this time, they're trying to make the computer cheapest as possible. So, each shell could be make extra expansion. They try to minimize the cost. So they make the day, as I'm saying, during the design of a computer, they just give two bit or two chips that hold the current day. So they say instead of writing 1952, the program will be handled 1-9 and will be considered each number here is and related to the 1-9. Can you please see a plug in somewhere? Yeah. Can you see كان غالي هذا القطاع شخص يقول لك بتكلفنا اضافه لو عندنا 4900 especially the Western people. And then now, they just write the last two digits. They don't want to talk a lot. They are trying to summarize, okay? Trying to summarize. Trying to summarize the talk. مثلا العرب عندك كثير. 1907 الموافق هجريا مش كم. احنا العرب لكن هم لا they're trying to summarize everything at 52 they already born so they will consider the other is similar to the other people فقال لك خلاص هذا مش جاي بيكلفنا اكسترا ماني فهو ريموف ات ما نحتاجوش خلاص البروجرام دي انا بتعامل معاها لما نشتري ظهر ويندوز ما كنتش بشوفه سنه التاريخ 1995 بس هذه بروجرام يعني لوجيك استخدمه في باب الاوبريتنج سيستم نفسه يقرأ الهاردوير بي and they will be insert the 1-9 automatically مشت الأمور مشت الأمور الكمبيوتر مشى خطوات جبارة في ذيك السنوات لو تتذكروا especially بعد سنة 70 بدأ يدخل مش انتريجيت مش بدأ يدخل حاجات مهولة
بدأت الشركات تعتمد على أنظمة متكاملة البنوك كل مكان، مدى الحجز الطيران كل مكان، القطارات كل العالم بدأت، ما عاد احنا وصلنا متأخرين شوية. لكن ركزوا انه الكمبيوتر بقى في بطول كل مكان، وهذه البنتين بقت هي نفس البطول. السنوات مشت، وصلنا لسنة 1999، طبعا سنوي ديسكفري 1999 عشان اوريكم من الدماغ البشري عقل ما فيش واحد منهم متوقع الموضوع على الاقل هذه السنه. دائما بنبني حاجه ما بنفرقش اللي بنوها او ما بنشوفش ايش الاساس حقها. الكهرباء بدا توماس مشى شحنه الكترونيه بداخل سلك ولعت كهرباء، واحنا الى الان ماشيين بنفس النظام، ما فكرناش باي نظريه اخرى لانتاج الكهرباء. هي كده العقل البشري. They don't want to reopen the research for the such things. نفس الشيء في سنة 1999 أو آخر سنة 1999 أنا أتذكر شهر 8 أغسطس بدأ الأنونسمنت، بدأ الشغل حق الشركات والبنود. إحنا في ستاك. حقيقة السنة اللي جاية 99 بيت هذه تصبح 00، بس إحنا بنتحرك ل 2000. بينما اللوجيكال كونسيدريشن حق البروجرام بيحولها ل 1000. We will be back 100 years. So what is the problem؟ اوكي يا دكتور وهم قرا التاريخ. اوكي اني اعمل له اي معالجه. ها من منهم ما بقدر اتخيل ايش المشكله اللي ممكن تحصل او الكارثه اللي حصلت فعلا اللي كلفت ملايين الدولارات. المعامله داخل البنوك ما نحسب ارباح شيء. جميل، هذا one example. Very simple example. تخيل واحد في سنة 1982 أودع 5 مليون دولار وبالنسبة للأرباح 3%، تمام. أقابل جاب التاريخ هذا وقبل 2000 يشتري فلوسه الأرباح، يقول له بيطلع عنده دين. الكالكوليشن ايش بيكون؟ كارنت داي صح. كارنت داي اللي هو 2000 ماينس بريفيس داي أو ديبوزيت داي. رحلات الطيران كل حال العالم وبتعمل كارثه فعلا. حصل طرف الطيارات وطرف القطارات، حصلت حوادث، حاجه متسامحه بالتغيير الجيد. شو بقولك اوف ذا بيبول، بعض الانظمه قامت تختبط اصلا. اوكي، وطبعا هم بيحاولوا يعالجوا هذه المشكله وطلبوا سنتين تقريبا يعالجوها وكل الاثار بشكل جانبي. اذا السوفت وير عمايله مش بسيطه، كان اتوقع انه موضوع سهل بسيط ممكن نتجاوزه، لكن لا. الله اعلم. السوفت وير زي ما قلنا هو الروح اللي تحرك الاجهزه المخفي اللي ما نشوفوش. انت تشوف البني ادم قدامك لحم وعيون، لكن في شيء اخر اللي يحركك ويدفعك هو هذا السوفت وير. هذا التكنولوجي. So as an assignment for you for the first assignment, I need to list three examples of software classes that have been developed. Okay, تعمل لي سامين لهذه الثلاثة الأمثلة. ترى والله أمثلة مختلفة. أتلاقوا بنزلوا أنا أزرق سامين بالمنصة. Okay. Okay. Then here we already know what is the importance of the software. في حاجة مش تدخل حاجة، مش تسأل حاجة قبل ما ندخل التفاصيل. في حاجة غامضة أسيبها. من الكلام حقنا مجرد ريفيو انا اعتقد some of concept inside your mind because most of you in as a computer background صح؟ ها it's okay everything good ها؟ في
المشكلة حصلت في بريطانيا كبيرة، خاصة بمستشفيات الأطفال كبيرة كمان، حصلت وصلت كمان سوريا. بتقرأوا أنتوا اعملوا كده سيرش بالنت Crisis of Software Engineering ولا Disaster of Software Engineering you will be found about all the things. طيب إحنا إيش بندرس أو إيش الموضوع المهم اللي بناخذه معكم؟ في البداية أول محاضرة بنتكلم لكم introduction about Software Engineering. اوكي بعد ما نعمل لهم سوفتوير انجينيرنج بروسيس بعدين ممكن ندرس سوفتوير اناليسيس بعدين سوفتوير انجينيرنج ريكوايرمنت او ريكوايرمنت انجينيرنج أخذتوا مادة اسمها أي بروجكت مانجمنت ولا لسه؟ ما أخذتوها. أوكي يمكن أخذكم إياها بعد مش هذه المحاضرة، بعد يمكن مادة ثانية يعني الموضوع المهم في الوقت الطيب. هذه المواضيع الهامة أو الرئيسية اللي بندرسوها هو التشين مانجمنت. في حالة القوى لن نحتاج التشين مانجمنت. هذا this is the topic اللي حصلوا في الموضوع اللي بنزلكم إياه. However, I mean the mark or the schema for you, as you can use the meta, scheme of mark, or they call it system mark. Okay? Here we go, man. I'll part display. I'm maternal attendance. Okay, maternal attendance. Okay? هذا الأسايمنت مثلا لو كان 8 أو 5 أو وات إيفر عليه 20 درجة أوكي. في معاكم ميرون بروجكت. يا إندفدوال يا بس أي بريفير تو بي إندفدوال. فور ذا باشلر أي تيك إت أز أ جروب لكن بتقدر تكون في جروب تاني. يو كان جيت إت إيزلي. بروجكت إت ويل بي أوسو 20%. البروجكت هذا كل واحد منكم يشتغل في مكان محدد. يختار بروبلم محددة ويعمل انيشيشن وسوفت وير لايف سايكل للديفلوب حق البروجكت. اوكي طبعا هو بيكون عبارة عن از سوفت وير ستيبس بتدرس السوفت وير انجينيرنج بروسيس وبتقدر تختار لحد المشروع كيف تعمل له الانيشيشن بروسيس المناسب له. اوكي بتدخل في اناليسيس في ستيب بتدرسها تنفذ اوتبوت تعمل ابلكيشن على ابلاي ات اون سايد اون سايد ذا بروسيس انتل ذا اند اوف ذا بروجكت. So this is the main concept of the project. طبعا على الشين بتاعي عندنا ممكن نكون 50% ممكن بعدين نكون الفاينل. It's fair. كيف تشوفوا عدد؟ عندكم اعتراض ولا شيء تشوف تزيدوا مكان تنقصوا مكان شو دخل المتر بالنص ممكن عادي شو تعملوا متر؟ شو تعملوا امتحان نصفي فيها؟ ممكن شيء من النهائي مثلا بدل ما 50 اخذ 40 وأعطوا لكم امتحان هذا المنتج. Up to you عادي شو تهدوا وتقرأوا عادي شو تأخروا للأخير قضية خطة واحدة. You wish. You wish that. نكون في مدة أسهل عشان توزع درجات كذا. أوكي؟ كلكم موافقين على التقسيم. أوكي. تمام. إذا تمام. نبدأ الآن شوية على بال ما نبدأ الشوط الأول اللي هو Introduction to Software.
Currently, software has become more important than previous. Previous, it was happening.